الرحمن الرحيم. الاسم كامل عادل راشد فاعل جمعوي، انا كندير رئيس ديال الفيدراليه ديال الاتحاد، وكندير رئيس ديال الجمعيه ورئيس ديال كوبيراتيف الامجاد. بالنسبه لهذه الوقفه الاحتجاجيه اللي احنا هذا النهار كناكدوا فيها انه السيد قال التحقيق عطاه 100 مليون ديال الكفاله، والنيابه العامه استلفت عليه انه اليوم لم يغرق في الغرفه الجمعيه، وكان طالبوا انه ما يبقاش بحال صراحه تميت الاعتقال ديالو وتم بحال اعتقال. بالنسبه لهذا الرئيس كيمثل الفيدراليه والجمعيه والاتحاد من 2007 ليومنا هذا الى 2017، ما كاين لا محاسبه ولا هذه ولا هذه في الجمعيه ولا في الفيدراليه ولا في الاتحاد. بالنسبه للناس اللي هما دابا المؤيدين ديالو هما اللي كيستافدوا من الاجر، خلينا فيهم ما عندوش فلوس بحال هذا باش تخلص، حنا كنخلصوا فلوسنا في البنكه هو كيمشي كيهزها وكيدعم معنا بها. هاد 100 مليون اللي هو حاط كفاله مستعد دابا وحاليا الا زادوه حتى 100 مليون اخرى انه في ظرف يوجد بجوج سوايع فلوسنا. وشكرا والسلام عليكم.